السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بعزك يا شيخ مصطفى، عندي صديق أخته حافظة للقرآن ومصلية ومتدينة، ولكن يعني لها فترة كل يوم كده بتجيب واحدة وبتشوف كوابيس في الأحلام وتراودها أفكار انتحارية وتتذكر القرآن وهي في الحمام، والموضوع ده ليها شهرين معاهم مش عارفة تعمل إيه. والله ترك نفسها، ولا بأس أن تعرض على طبيب من أطباء الأمراض النفسية. الله يبارك فيكم.